اسمي محمد ظفر الأركاني، عمري 16 سنة، أحفظ من كتاب الله 15 جزءا. أنا من دار القرآن الكريم المدنية، وأنا شاركت في هذه المسابقة في تشجيعا من والدي، وإن شاء الله بإذن الله راح أفوز في هذه المسابقة بالمركز الأول. أنا خايف شوية ومتوتر كمان، فإن شاء الله بإذن الله أفوز إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله يفتح عليك يا محمد، قراءة ما شاء الله جميلة وصوت جميل، الله يفتح عليك. الآن نشوف رأي المشايخ لجنة التحكيم في قراءتك يا محمد. تفضل الشيخ عبد الرحمن. ما شاء الله تبارك الله، صوت جميل وقراءة جميلة. أعتقد أنه لك أخ شارك قبله اللي هو محمود، وما شاء الله حصل على ثلاثة نعم أخو. ما شاء الله تبارك الله، يعني تتمنى أنك تحصل على ثلاثة نعم مثله؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب انتبه يا محمد على الطبقة الصوتية اللي عندك، لا حاول لا تطلع أكثر منها، أنت قاعد تقرأ في آخر طبقة عندك، لو طلعت زيادة عنها حتنشز على طول، فأنتبه للطبقة الصوتية وبعض الأمور التجويدية. هذا اللي عندي دكتور. بالتوفيق إن شاء الله. طيب قراءة طيبة. جزاكم الله خير يا مشايخ. الآن نشوف رأي اللجنة في انتقالك يا محمد للتصفيات النهائية. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. نعم. أيضا نعم. ما شاء الله تبارك. طيب حصلت على ثلاثة نعم. بارك الله، اهلا وسهلا. ما شاء الله ثلاثه نعم. نعم ما شاء الله. انت كنت بتكمل اخر السوره صح؟ نعم. قالوا لك حسبك. طيب سمعت الملاحظه اللي قالها الشيخ؟ ايوه، قال لي لا ترفع طبقه الصوت اعلى من كذا عشان ما توتر زياده ولا اخبط شويه وعشان ما تنشز. اخوك اخذ كم نعم؟ ثلاثه نعم. يعني اثنين اخوان عندنا ماخذين ثلاثه نعم. نجمعها تصير كم؟ ستة. طيب احنا ما حنجمعها، بس كيف حيكون التحدي هناك في الرياض في المباشر؟ ان شاء الله باذن الله. يعني تتحدى؟ ان شاء الله اتحدى، ما عندك مشكلة. لو كان اخوك كمان حتتحدى؟ اكيد. طيب موفق يا حبيبي. ما شاء الله تبارك الله، هذا الابداع، عائلة مميزة ما شاء الله تبارك الله، واثنين اخوان وصلوا لهالمرحلة، كل واحد فيهم اخذ ثلاثة، حاجة تدعو للفخر، وان شاء الله باذن الله تعالى يكملوا للمرحلة النهائية.